أقيمت في حلبة البحرين الدولية يوم أمس فعاليات الألعاب النارية وسط حضور كثيف من المواطنين والمقيمين. يأتي ذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. هذه الفعالية التي تعد من أبرز الفعاليات المقامة على أرض المملكة والتي ينتظرها الجمهور سنوياً أضاءت سماء المملكة بألوانها الزاهية وبريقها اللامع لترسم البهجة والفرح على قلوب الحاضرين في حلبة البحرين الدولية.